اوكي، فاذا هلا صرنا نحن بقسم 5 8.5 الجلسه التدريبيه. هلا ما راح فوت فيهم كلهم غير عدا بس السؤال هو ما غيره. اوكي فالجلسه التدريبيه بتقول اول شيء، اول خطوه بقول لك انه لهلا خلينا نبلش من اول شيء. اوكي هلا بعض ال بعض البرمجه. اوكي ف خلينا نقترح انه المشروع الصغير اللي قدامنا، اوكي التالي اللي هو يعني بجمع كل شيء تعلمته لحد هلا، اوكي بخليك تستهلك كل شيء تعلمته لحد هلا وتبلش تبرمج. اوكي فبالفصل بنهاية الفصل 12 نحن رح نسألك انك انت تكبر توسع هذا الشغل اللي هون، اوكي حتى تاخذ هذا المشروع بشكل جدي اكثر. اوكي طيب، اذا هذا الميني بروجكت، هذا البروجكت الصغير، المشروع الصغير هذا حنبلش فيه، وبعدين هو بعدين فصل 12 هي كبر لنا اياه. اوكي فبالاول جيب كل الاشياء كلهم مع بعض، الاشياء اللي احنا تعلمناها عن السجيز ل باللغه الانجليزيه. اوكي بدسجي وحده. اوكي فكل الدسجيات تبعون اللغه تبعون لغه الانجليزي. اوكي عادي يعني نحن نتعاطى مع هون مع تحليل القواعد النحويه تبعت اللغات. اوكي بدسجي وحده. هلا هذا كيف يفيدك بعدين، يعني انت مثلا بتيجي تكتب برنامجك ومدخل فيه مثلا يعني انت عم تكتب مثلا بالوورد او هذا، بتعرف اذا القواعد النحويه ماشي صح يعني. اوكي وبالاخص بالكتاب نحن شفنا كيف نستعمل المدخلات الزياده اكسترا ارجيومنتس. اوكي متغيرات زياده على الدي سي جي. اوكي او ندخل متغيرات بقلب الدي سي جي يعني شو حتى نشتغل بقصة التمييز بين السبجكت والأوبجكت، بين الفاعل والمفعول به. اوكي وبالأمثلة وبالتمارين انت انطلب منك انك تستعمل المتغيرات الإضافية. اوكي او تستعمل متغيرات إضافية حتى تشتغل بقصص السنجولار بلورال. اوكي شفنا 8.4 هذا الكلام، نشوف نصير نميز كمان بين بين شو اسمه قلنا كان عم نميز بالفعل المفعول به، وكمان نميز بين الجمع والمفرد. اوكي كيف احنا بنحكي بالعربي الجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمنفرد. اوكي هدول هلا اكتب دي سي جي او اكتب قواعد نحويه يعني اللي هي بتشتغل على اثنين، اللي فيها بتاخذ سنجولر والبلورال بتشتغل على السبجكت والاوبجكت كمان. اوكي بتاخذ بتتعامل مع الاثنين سوا يعني الجمع والمفرد. اوكي هدول اللي اخذناهم، وبعدين في عندك بالاول الفاعل والمفعول به. اوكي واكثر من هيك اكتب الدي سي جي بطريقه، اكتب هالدي سي جي بطريقه اللي هي حت بتولد شجرات الاعراب. اوكي وبتستعمل او بتستغل فكرة فصل القاموس. اوكي نحط القاموس كمان هيك بفقرة لحال. اوكي طيب هي اول شغلة، بمجرد ما انت عملت القسم رقم واحد. اوكي كبر هذه السجية. اوكي بحيث ان النون فريزز كمان اوكي ممكن يتعدل عليهم او يتعدل عليهم ايه باستعمال النعوت الاوصاف. اوكي وكمان يعني شو يسمون دول بروبوزيشنال فريزز يعني الاشياء اللي مثل كمان فيها البروبوزيشنال فريزز يعني كلمات اللي بتتعلق بأحرف الجر. اوكي هذا بيعني انه مثلا لازم تقدر تستعمل تتعاطى او تتعالج
الأسماء أو الأسماء اللي هي مثل the noun the عفوا the small frightened woman okay on the table يعني المرأة الصغيرة الخايفة okay أو المخوفة على الطاولة okay أو كمان عندك the big the big fat cow under the shower يعني ال البقرة الكتير كبيرة ضخمة تحت الدش وبعدين كمان وسعها بحيث أو كبر الموضوع بحيث إنه التمييز بين بين في عندك الفيرست فيرست برونوز سكند برونوز ثيرد برونوز اوكي كمان انه مثلا هي اي وهي وذي عرفت شو هدول البرونوز هدول الضمائر اوكي ضمائر ملكيه وضمائر الاخرين وعرفت شو اوكي بتكون بتتعالج بشكل صحيح اوكي بس شكلين الفاعل والمفعول به اوكي فالجرامر بتطلع معنا هاي كلياتها تمام وهذا اللكزجون اوكي فانتوا شوفوها وعدوا اقروها حاولوا تفهموها لوحدكم اوكي مش هربان من الموضوع انا بس هو يعني يستحسن تقعد تقرا الكود لوحدك انت صرت بتعرف برولوج اوكي بنصح تقعد تقرا الكود لوحدك لانه طويل كتير اوكي يعني مثلا الجملة شو بتحتوي الجملة مثلا كما عم بقولك لازم يكون فيها parse trees كمان يعني مثلا جملة فيها جملة مؤلفة من noun phrase و verb phrase عادة كانك عم تكتب بالهذا اوكي بعدين في q و p هدول تمام بعدين noun phrase تحتوي على noun phrase و q و p اوكي وال vp اللي هي verb phrase فيها verb phrase مع q اوكي بعدين مثلا noun phrase بيحتوي على noun phrase determinant مع an اوكي مع noun يعني ال q مع شو ما كان تمام بعدين det q اوكي determinant مع q مع an noun و q اوكي يعني لانه هو عم يطلع هون past trees مشان هيك عم يحط متغيرات اضافيه اوكي ف إذا مثلاً noun بياخد مثلاً pronoun okay شو بيكون وقت ال pronoun okay إذا كان noun بياخد مثلاً determinant مع adjective مع noun okay مثلاً يكون noun phrase هيك تكون شكلها okay يعني أنت بالنسبة لك the big fat cow هذا هو كلياته في محل مبتدأ أو في محل فاعل the big fat cow okay هيك صار يعرفها من جديد تمام فهون كمان بصير بيعرف هذا لك determinant مع q مع الادجكتيف مع الادجكتيف ممكن تاخده الان مع q شو بهالطريقه اوكي وبقول لك مثلا هون بصير بناء على اللكزيكونز اوكي يعني بدك تبلش تعرفهم اضافي اوكي بدك تبلش تعرف اضافي على الامور اوكي بس هيك اللي حتعمله تمام بدك تحط مين يعني بصير هون عندك باللكزيكون بصير عندك قاموس اوكي لاحظوا كيف قاموس اوكي يعني الظرف هلا فهمت شو قصدي البروبوزيشنال الظرف يعني فوق ابوف ات عنده بلو تحت او اسفل بلو يعني اسفل اوكي اندر يعني تحت شيء اوكي بلو يعني اسفل الشيء اوكي اون على اوفر فوق اوكي مثلا كمان بدك تحط مثلا هذا الاي الانا حرف انا ضمير انا هو pronoun و plural و subject عرفت كيف مع بعض بعدين كمان نحن بحاجة لقواعد اكتر من هيك مع حتى تفهم ان الاي هو pronoun مميز اوكي هو ضمير مميز بالانجليزي اوكي لما تقول I am مش I is اوكي
مشان هيك بدك تعرف اكثر هدول التفاصيل اكثر، تمام، تبعون انه كل وحده شو محله من الاعراب، تمام. وهي الطلبات اللي ممكن تطلبها، يعني عرفت شو؟ هو بس مش اكثر. اوكي، يعني قدر الامكان حاول نشرح هذا الموضوع. السلام. يعني حاول مثلا انت باللغه العربيه تشوف كيف فيك تعمل هذا الحكي، ما جنزة بتخلص.